خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذا التطهير وهذه التزكية في إخراج جزء من المال للفقراء لها فوائد كثيرة جدا ولها أحكام. أي نوع من أنواع المال، سواء كان ذلك مواشي، مزارع، تجارة، شيء من الكاش موجود، رصيد في البنك، أن هذه الأنواع من الأموال كلها تحتاج إلى إخراج زكاة، وفي غالبيتها الزكاة ربع العشر وهي 2.5%، وهذا شيء يسير جدا. ربع العشر من المال يخرجه الإنسان لأجل أن يتصفى قلبه وتتزكى نفسه ويبارك له في ماله. في الأصناف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى وهم الأصناف الثمانية، ولا يجوز أن تخرج الزكاة في غير هؤلاء الأصناف الثمانية. قال الله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. من سنن الزكاة وإخراجها أن يخرجها الإنسان بطيب نفس. بعض الناس يخرج الزكاة وكأن روحه ستخرج معها، كأنه سيخرج الزكاة، سيخرج ماله كله، مع أنه إنما سيخرج ربع العشر 2.5% فقط. فإذا أخرجها بطيب نفس كان لها أثر عليه وبركة، وقد جاءت البشارة من رسول الله أن من صلى صلواته وأخرج زكاته بطيب نفس أدخله الله الجنة. ويسن كذلك في الزكاة أن يحملها الإنسان بنفسه إن استطاع. وكذلك الزكاة يسن فيها الإظهار بعكس الصدقة. الزكاة الواجبة يسن للإنسان أن يظهرها حتى يثبت أنه أخرجها، لأنه لا رياء في الزكاة. أما الصدقات التي هي من المال زيادة وتطوع فهذه إخفاءها أفضل من إظهارها. من الملاحظات المهمة في الزكاة أن بعض الناس يخرج الزكاة لمن يرجو أن ينتفع منهم، فهذا فيه نقص في إخراجها يحاسبه الله تعالى. يعني بعض الناس ربما أخرج الزكاة علاوات لموظفين في الشركة، لا بأس إذا أنا عندي موظف وهو محتاج للزكاة أعطيه الزكاة، ولكن أخبره بأن هذه زكاة لا أريد منه أن يزيد مقابلها عمل، وليس لها دخل بوظيفته ولا إتقانه ولا عدم إتقانه، هذا مال من الله له لأنه مستحق. ما يقال عند إخراج الزكاة، النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا، قال: لا تنسوا ثوابها أن تقولوا: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. كذلك من آداب الزكاة أن لا يطلب صاحبها عندما يعطيها، لا يطلب الدعاء، فإنه لا يطلب الأجر. هذه زكاة أصلا هي لازمة عليه وواجبة عليه. استحسنوا، وهذا الأفضل، أن يخرج الزكاة إلى من يمكن أن يغنيهم. يعني بعض الناس إذا كان زكاته 10,000 ريال ويفرقها 200 ريال على أناس كثير، ما أحد منهم استفاد منها فائدة كاملة. مثلا لو علمت أنا أن هذه 10,000 لو أعطيتها هذا الفقير سيفتح له دكان صغير ويشتغل، فأكون أنا قد كفيته وأخرجت إنسان من دائرة الفقر إلى دائرة الغنى. أي خلاص هذا إن شاء الله من بعد اليوم هو وأسرته صاروا مكفيين وكفاهم هذا المبلغ لأن يشتغل به. هذا لا شك أنه أفضل. لو جاء شخص فأخطأ، جاءك بشيء من المال زكاة وأنت لست فقير ولست مسكين ولست عابر سبيل ولست مستحق لهذه الزكاة، فلا شك أن أخذ هذا المال حرام، لا يجوز أبدا. إن كان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في آداب السنن والتطوع لها الأجر الكبير عند الله، فلا شك أن الاقتداء به والاهتداء به في الفروض وفي أركان الإسلام
أعلى وأكبر وأهم، وهذا من أجل معاني قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.